السلام عليكم، مهند معاكم. فيديو النهاردة هيكون مقارنة ما بين اتنين من احسن واقوى كلاب الحراسة، كلبين من الماستيف فاميلي، الدوجو ارجنتينو والماستيف الارجنتيني والكان كورسو الماستيف الايطالي. الدوجو ارجنتينو اصله من الارجنتين والكورسو اصله من ايطاليا. الكلبين دولت قريبين جدا من بعض في الحجم وطولهم تقريبا زي بعض. في الوزن كان كورسو اتقل واعرض ووزنه اكبر من الدوجو ارجنتينو في حدود تقريبا 5 كيلو. العمر المتوقع الدوجو ارجنتينو بيعيش 14 سنة مقابل 11 سنة بالنسبة للكان كورسو. الدوجو كلب صحي جدا، السلالة دي مش بتعاني من اي مرض الا في السمع، في جراوي بتتولد عندها المشكلة دي، لكن الوزن التقيل في الكان كورسو بتخليه يعاني من مرض في المفاصل الهيب ديسبليجا. الدوجو بيتعمل له كروبينج او قطع للودان، الكورسو بيتقطع ودانه قطعة قصيرة زي الدوجو ارجنتينو، وديله بيتقطع قطعة طويلة بعد رابع او خامس فقرة. شعراية الكلبين قصيرة بس الكورسو شعرته كثيفة اكتر. لون الدوجو ارجنتينو في لون واحد الابيض، الكان كورسو في كذا لون، اسود بني محمر برندل وجراي. في النظافة الاتنين سهلين جدا في النظافة، بس الكورسو ممكن فكه يريل شوية. قوة العضة، الكان كورسو حجم جمجمته اكبر فعضته اقوى، بس الدوجو ارجنتينو صف سنانه على شكل مربع فبتخلي الكلب عنده قدرة ان يمسك بفكه لمدة اطول. السرعة والمرونة، مفيش وجه مقارنة في النقطة دي. الدوجو ارجنتينو كلب معمول للصيد، كلب سريع وعنده مرونة وهايبر واكتف اكتر بكتير من الكان كورسو. الحراسة، بالنسبة للحراسة الكان كورسو عنده قدرة على الحراسة في طبعه اكتر من الدوجو ارجنتينو. الذكاء، الاتنين عندهم ذكاء بس عناديين جدا، فلو فكرت تجيب كلب من الاتنين اعرف انك هتعمل مجهود عشان تعلمهم يعيشوا بطريقتك. الكلبين كويسين جدا، قريبين جدا من بعض، جسمهم قوي جدا. لازم تسأل نفسك هل انت محتاج القوة دي في كلبك ولا لا، وهتقدر تسيطر عليه ولا لا. ده كان فيديو بيقارن ما بين الدوجو ارجنتينو والكان كورسو، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. قولولي رأيكم ايه في الفيديو وعايزين ايه في الفيديو اللي جاي في الكومنتس. بالنسبة للناس اللي عايزة فيديوهات مقارنات لازم تختار كلبين قريبين شوية من بعض، يعني ما ينفعش اعمل مقارنة ما بين ماستيف وبوكسر او كانجل وراتفايلر، كده هظلم كلب عن التاني. ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك وتعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا فيديوهاتي اللي فاتت. يلا سلام عليكم.